مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة وإطلالة جديدة من الصحة أونلاين. لأول مرة هكون معاكم في الصحة أونلاين، بتمنى أكون ضيف خفيف على حضراتكم، بنقدم دايما لحضراتكم كل ما هو جديد ومختلف ومفيد. في البداية أحب أنوه لحضراتكم لموقعنا وصفحتنا على مواقع السوشيال ميديا لتقدروا من خلالها تعرفوا كل أخبارنا وكل ما هو جديد. تقدروا تتابعونا على الفيسبوك من خلال صفحة القناة الصحة والجمال وتعرفوا من خلالها كل أخبارنا وبرامجنا. كمان تقدروا تتابعونا على اليوتيوب، تعملوا لنا فولو على اليوتيوب من خلال الصحة تشانل. كمان تقدروا تتابعونا على انستجرام أو تويتر من خلال الصحة تشانل. زي ما دايما متعودين معنا في الصحة أونلاين مع زملائي، دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد في أخبار عالم الطب. النهاردة هنتكلم معاكم في مواضيع كتير واخبار جديد محضرينها لحضراتكم. هنتكلم معاكم في البدايه عن مشكله يمكن بتقابل معظم الشباب وخاصه الفتيات واللي بتسبب لهم تقريبا ازمه نفسيه مزمنه شويه، وهي عمليه تساقط الشعر. هنعرف معاكم تساقط الشعر ايه الاسباب بتاعته وايه هو العلاج المناسب لمنع تساقط الشعر. ده اللي هيبان مع حضراتكم حالا، علاج سقوط الشعر وجفافه اللي بيعتبر واحد من اكبر المشاكل اللي بتقابل الشباب. تعالوا بينا كده يلا نشوف علاج سقوط الشعر وجفافه واللي بتتمثل في اول حاجه عمليه تسريح الشعر اللي بيكون بانتظام زي ما ظاهر قدام حضراتكم على الشاشه. كمان لازم يكون في استخدام للشامبو يكون التركيبات المواد الكيماويه فيه خفيفه. الحاجه الثالثه تدليك فروه الراس لتحسين الدوره الدمويه. الحاجة الرابعة وهي استخدام زيت مناسب لشعرك بانتظام، يعني مش اي زيت او اي كريم تقدر تستعمله للشعر. كمان لازم ان احنا نتجنب بشكل او باخر الفرشة بشكل كبير، يعني مش كل شوية ان احنا نمسك الفرشة ونقعد نسرح في شعرنا. كمان لازم يكون في نوع معين من الامشاط نقدر ان احنا نستخدمها في التسريح او لفروة الشعر، ان هي تكون ناعمة وخفيفة. كمان في حاجة مهمة جدا وهي تناول الغذاء، لازم الأكل يكون فيه فيتامينات أو بروتينات ضرورية بتسبب لنمو الشعر بعد كده. كمان لازم في حاجة مهمة جدا ودي بتكون للشباب، نوقف عملية التجفيف اللي هو من خلال الاستشوار أو المكوى. كل دي أسباب لو احنا قدرنا ان احنا نتجنبها أو قدرنا ان احنا نعمل الأمور اللي احنا قلنا عليها نقدر نعالج عملية سقوط الشعر والجفاف اللي بيحصل ليه. كمان لازم لما نتعرض لشمس أو نكون في جو حار شوية لازم يكون في واقي أو وشاح، واللي بيكون تقريبا عن طريق الكاب. كل دي امور بتؤدي بتوقف عمليه سقوط الشعر، ودي طبعا تقريبا مشكله بتواجه ناس كتير جدا في الفتره الاخيره سواء الشباب او البنات. قلنا لكم كده بعض النقاط اللي نقدر من خلالها ان احنا نعملها فبالتالي نقدر نتجنب عمليه سقوط الشعر. طيب احنا معانا فيديو دلوقتي بيبين طريقه جديده في ركن السيارات. الفيديو تقريبا في اليابان، بيوريك اداه الكترونيه في جراج معين، هو مش في الشارع، في جراج بتدخل العربية وبيستلموها وهم اللي بيركنوها بطريقة إلكترونية. تعالوا يلا نشوفه مع بعض. اهو بيدخل الأداة المعينة في انتظارها زي ما انتم شايفين اللي هو على الأرض ده شبه السلالم. ده جهاز إلكتروني بيتم التحكم عليه من اهي الاجهزه اللي قدام حضراتكم دي، وهو اللي بيستلم العربيه هو يحطها في المكان المناسب ليها طبعا بالارقام او بالتناوب اللي بيتم دخول بيه العربيات. اهو دي طبعا بيشرح ازاي العمليه بتتم او كده. زي ما انتم شايفين اللي هي الاداه اللي هي ورا دي اللي هي عباره عن سلالم، وده طبعا يعني لو حبينا نتكلم عنه ده نوع يعني
التقدم التكنولوجي اللي احنا مفتقدينه بشكل كبير جدا في حياتنا او في المجتمع اللي احنا عايشين فيه هنا. ويعني يمكن عمليه الركن بتاع العربيات دي بتسبب مشاكل كبيره جدا في الطرق، سواء بقى اللي بقى صف تاني او تالت او غيره. طبعا الامكانيات دي بنقدر ان احنا نستفاد منها بحيث نقدر نطبقها هنا في بلدنا، لكن بتحتاج يعني امكانيات ماديه عقليه بعض الشيء، كل ده بتحتاجه في المجتمع بحيث ان انت تقدر تطبق الامور اللي انت شايفها بالظبط كده. زي ما تدخل تحت العربيه الجهاز اللي حضرتك شايفينه، وبعد كده بيتم سحب العربيه ونزولها للمكان المناسب ليها. طيب نرجع بقى. طبعا كل دي امور يعني انا بقول لكم احنا بنحاول دايما ان احنا نستفاد منها، يعني كل ده اذا كان بيطبق في الخارج احنا مش بنعرضه الا يعني بنفتقد ده، فبنحاول دايما ان احنا نعمل عمليه النجاح المجتمعي بيكون من خلال الاقتصاد او بيكون من خلال التفكير المثالي لتطبيق امور جديده من خلال التكنولوجيا اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. كل طبعا بيتم التحكم بيه من خلال اجهزه الكمبيوتر اللي هم قاعدين عليها اصلا. زي ما حضراتكم شفتوا كده الفيديو اللي عرضناه مع حضراتكم بيبين الفرق الكبير قوي اللي ما بيننا وما بين الناس دي. عمليه قلت لكم الركن العربيات او السيارات في مجتمعنا او في مصر خاصه بيكون بيسبب ازمه كبيره جدا، سواء صف تاني او تالت ممكن يقف لك طريق كامل، ركن عربيه واحده ممكن يعمل لك ازمه كبيره جدا مروريه في البلد. طيب زيت الخروع، ننتقل بقى معاكم موضوع تاني هو زيت الخروع، اللي ناس كتير جدا ما تعرفش ان زيت الخروع ده واحد من اهم الزيوت اللي لها فوائد كبيره جدا جدا. يمكن زيت الخروع ناس كتير اصلا بتخاف ان هي مثلا تحطه على الاكل لاسباب اخرى، لكن فعلا بعد البحث والتحري طلع ان زيت الخروع ليه فوائد كبيره جدا، اللي بيعتبر واحد من اهم الزيوت اللي بتدخل في علاج العديد من مشاكل الجلد خاصه بسبب ان هو بيحتوي على نسبه كبيره من الفيتامينات والمعادن اللي بتحارب مشاكل الجلد، كمان بيدخل في صناعه مستحضرات التجميل والعطور. زيت الخروع يعني ليه قدره فعاله جدا في علاج التهابات الجلد الناجمه عن حروق الشمس وحب الشباب وكمان جفاف البشره. كمان بيحارب علامات الشيخوخه والتجاعيد اللي بتظهر في الوجه والخطوط البيضاء اللي بتظهر في الجلد، وبسبب ان هو بيحتوي على مواد فعاله، المواد دي بتعمل على اليونت البشره ونضارتها. كل طبعا موجود في زيت الخروع. كمان بيقلل من ظهور حب الشباب اللي بيعاني منه ناس كتير جدا في المجتمع، ومن خلاله بتقدر انك تتخلص من البقع الداكنه الناتجه عن حب الشباب ده، وده طبعا من خلال زيت الخروع بيتم وضعه على البشرة بعد ان انت بتغسلها بشكل كويس. كمان زيت الخروع اللي بيعمل على ترطيب الجلد وتنشيط الدورة الدموية بسبب ان هو بيحتوي على احماض دهنية عالية التركيز. زيت الخروع اللي بيساعد على الترطيب كمان والتنظيف، وله دور فعال جدا في علاج الندوب والبقع اللي بتترك اثر على البشرة. كمان السبب الاخير او الفائده الاخيره اللي معانا لزيت الخروع ان هو بيمنع علامات التمدد اللي بيتعرض ليها جلد البطن بعد الولاده، وده طبعا بيكون من خلال تدليك البطن قبل الولاده بشهرين حتى يمنع ظهور العلامات دي في البطن. طبعا كل دي من الفوائد اللي موجوده في زيت الخروع واللي كتير مننا جدا ما كانش ياخد باله منها. حبينا نحط زيت الخروع كده في الصوره قدام حضراتكم بحيث ان احنا نقدر نستخدمه في امور مناسبه في حياتنا نقدر ان احنا نستنفع منها او نستفاد منها. طيب في نفس السياق كده احنا نخرج كده نشوف فيديو من برنامج السيد المواطن على قناه الصحه والجمال مع الاستاذ هاني الفرماوي دكتور رأفت عمران دكتوراه الاداره التربويه والتطوير المؤسسي، واللي كان بيتكلم فيه عن منظومه التعليم في مصر، واللي بين فيه كمان النظام الثانوي الجديد اللي هيتم تطبيقه من بدءا من العام الجديد ان شاء الله. تعالوا بينا كده نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه.
عاوز يغير منظومة التعليم في تمام مصر، تمام وده اللي هنتكلم معاه ان فيه شاء مع الله حضرتك، ان شاء اللي الله. التطوير بقى هيكون ازاي بالنسبة للثانوية اقول العامة لحضرتك وبالنسبة للتعليم عموما في اقول مصر. لحضرتك هو بدأ التطوير اللي هو احنا بقالنا مثلا سنين سنين طويلة جدا، يعني من سنة الثورة 52 ومجانية التعليم اللي احنا علمت ناس كتيرة وكل حاجة وبنشهد بيها، واحنا حبينا طبعا وهي اللي علمت ولاد طلع مصر فطاحل. تمام. بس كان الظروف كانت مختلفة، والتطورات العصرية دلوقتي لا توائمها المدرسة التقليدية بتاعتنا اللي بدأت بها الثورة، ولكن كانت مواكبة للمرحلة اللي هي كانت موجودة فيها الثورة. طيب دلوقتي التقدمات اللي موجودة والتطورات والآخر، وزي فنلندا والدول دي وكندا وأمريكا والدول الفلبين. المتقدمة والفلبين والكلام ده، كل الدول المتقدمة دي عملت إيه؟ إحنا الراجل ده بقى الكلام اللي كنا بنتكلم فيه وقلنا هنا على في القناة عندكم قبل كده وقنوات أخرى، بدأ من حيث انتهى الآخرين، مش بدأ من حيث بدأ الآخرين. فالراجل عمل كده وبيحاول يطور، والتطوير ده مش هيحس بيه الشارع المصري إلا في الثانوية العامة بالذات، إلا بعد مرور سنة أولى وسنة تانية سنة واللي جايين، وهيبدأ بقى يطبق على الثانوية العامة الجديدة إنها مرحلة منتهية رقم واحد. مش لازم كل اللي ياخد ثانوية عامة تخش يخش كلية. جامعة، لا، زيه زي اللي خد دبلوم، انما اللي يدخله الكلية المعينة انه بياخد مجموعة من المواد بيختبر فيها وبيخش، هي اللي بتأهله لدخول كلية الطب مثلا، بياخد احياء والاخرى، هتحددها اللائحة الداخلية والقانون اللي هو خاص بالتعليم. اللي هيخش هندسة هياخد فروع معينة في الماث اللي هي في الرياضيات عشان يخش كلية الهندسة، وهكذا. الامور دي كلها هتديله كمان مساحة زمنية، افرض ان هو فشل في السنة الأولانية بعد ما خد الثانوية العامة انه يخش الكلية اللي هو عايزها، هيعيد قدام، بيدوله حسب ما حدد القانون، يا اما 3 سنين يا اما 4 سنين، القانون ولا يحدد له الحق التقدم بعد حصوله على الثانوية العامة ونجاحه في اختبار القدرات. انه هو افرض ان هو ما نجحش في القدرات مش هيخش، يخش القدرات السنة اللي بعدها ويحاول يخش الكلية اللي هو عايزها. يبقى لما يخش الطالب الكلية التي يهواها ذهنه هيبدع فيها، انما انا اجيب مجموع معين يدخلني كليه المجموعه اللي بتحكم فيا بفشل، باخد، وحضرتك ممكن قلت في الاول بيتخرج لنا ناس ما همش صالحين، لانه اصلا مش داخل بمحض ارادته او بالحاجه اللي هو حاببها، وهكذا. يمكن الفيديو اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي هو ملخص بسيط جدا لعمليه التعليم الجديد اللي هتتم في الثانوي في الفتره الجايه او بدءا من العام القادم، بتلخص الموضوع كله واللي سبب بلبله كبيره جدا في الفتره الاخيره ما بين مؤيد ومعارض على تطبيق النظام ده. لكن هو باختصار جدا ان النتيجه اللي هتظهر في الاخر ان ما فيش اي حد يدخل اي كليه هو بيختارها، انما هيتم اختبار ليه، عمليه اختبار ليه في الاول، اذا كان مثلا طب او صيدله او هندسه او غيره، من خلال مواد بتحددها اللجنه هيتم اختباره فيها، ومن خلال اذا نجح في الاختبارات دي بيتم التحاقه بالكليه. هيبان فعلا الاثر بتاع النظام ده الا بعد 3 سنين، الا بعد تطبيقه فعليا في الجامعات بعد 3 سنين بمرور ال3 سنوات الاولى. طبعا بنتمنى في النهاية ان التعليم يرتقي بشكل او باخر، لان التعليم هو سبب اساسي في نمو البلد. كمان نتيجة ثانوية يعني على المشارف، بنتمنى طبعا التوفيق والنجاح لكل طلابنا في كل مكان. الاسبوع اللي فات يمكن كلنا صحينا على خبر مفاجئ جدا، وهو في وفاة الممثل الشاب عمرو سمير، واللي الخبر يمكن أحدث بلبلة كبيرة في الشارع المصري بسبب الموت المفاجئ، ولكن يعني وجاء سكرة الموت بالحق. لكن الغرض من الخبر اللي معانا إن احنا حاولنا نبحث في سبب الوفاة، وده اللي يمكن اللي صرح به طبيب شرعي الأسباني، واللي قال إن سبب وفاة الفنان عمرو سمير إن هو حصل له عملية هبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب إن هو كان راح لصالة الألعاب الرياضية وبعد ممارسة رفع الأثقال
ده كان بسبب دون تناول الطعام او مشروبات سكريه، الامر اللي عمل له وقف قلب او وقف في القلب بعد المجهود الكبير اللي بذله. طبعا السياق نفسه او يعني الخبر اللي حبينا نطرحه هنا في ان عمليه ممارسه الرياضه او الرياضه الثقيله لابد فيها يكون طعام او شراب قبل الممارسه الرياضه نفسها. فبسبب ان الفنان عمرو سمير مارس رياضة تقيلة لكن ما كانش واكل أو شارب أي سكريات خالص، فبالتالي حصل عنده عملية هبوط في الدورة الدموية، وده يمكن التقرير اللي طلع من الطبيب الأسباني. طيب في نفس السياق كده بنحب ان احنا نطرح مع حضراتكم إجابة لسؤال، وهو ايه اللي ممكن يحصل للجسم عند ممارسة رياضة دون طعام أو شراب؟ اللي ممكن يحصل لو احنا مارسنا رياضة في الجيم او غيره بدون ان احنا ما ناكل او نشرب، وده هيتقسم معانا لجزئيتين. الجزء الاول ممارسة الرياضة دون تناول الطعام، ده هيزيد معاك عملية حرق في الدهون، ولكن ده بتتوقف امتى؟ يعني امتى تعمل عملية زيادة في حرق الدهون؟ لما تمارس رياضة خفيفة، يعني مش رفع أثقال وشغل تقيل، لا، لما عملية ممارسة الرياضة الخفيفة بدون طعام أو شراب، ده فعلا ممكن يؤدي معاك لعملية زيادة في حرق الدهون، وده اللي أكدته دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء في سنة 2010، إن ممارسة الرياضة دون تناول الطعام قد تزيد من حرق الدهون وتحسن حساسية الأنسولين من أولئك الذين يأكلون قبل ممارسة الرياضة. طيب الجزء الثاني بقى اللي هو التمارين الشاقة بدون أكل، ممكن يحصل إيه؟ بيؤدي إلى توقف القلب، وده بالظبط اللي حصل مع الفنان عمرو سمير، وده اللي جه في الخبر أو في نفس السياق. التمارين على معدة فارغة قد تكون أكثر فاعلية عند ممارسة الرياضة البسيطة مع استقرار حالة القلب، ومع ذلك فإن التمارين عالية الكثافة مثل رفع الأثقال بتعتمد في المقام الأول على الجلوكوز، وإذا كانت مخزونات الجلوكوز منخفضة بعد عدة ساعات من الصيام فقد يؤدي هذا إلى تكسير العضلات في جسمك لاستخدامها كوقود، وإذا كانت هناك مشكلة في القلب قد يحدث وفاة مفاجأة. وده هنا يمكن قلنا الفرق، إذا كانت ببساطة جدا الرياضة بسيطة وخفيفة تقدر والأفضل إن أنت تمارس الرياضة دي بدون ما تاكل أو تشرب، وده بيؤدي معاك لعملية حرق أو زيادة في حرق الدهون. لكن لو هنمارس رياضة تقيلة زي رفع الأثقال أو غيره بيستحسن ويفضل فعلا إن أنت تاكل وتشرب قبل ممارسة الرياضة حتى لا يؤدي ذلك لعملية هبوط في الدورة الدموية وقد تؤدي في النهاية إلى حالة الوفاة. طيب في نفس السياق كده هنشوف معاكم فيديو من برنامج طبيب الأسرة مع الزميل عمرو إسماعيل، واللي كان مستضيف فيه الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة، واللي كان بيتكلم فيه عن الموت المفاجئ وحالة القلب. تعالوا بينا كده نشوف الفيديو ده مع عمرو إسماعيل ونرجع لكم مرة تانية. موضوع الموت الفجأة ده يعني كتر جدا الأيام دي وخاصة برضو في الشباب، فاحنا عايزين في بداية الحلقة كده نعرف من حضرتك يعني ايه اصلا يعني القلب وظيفته ايه وازاي القلب بيقف ويحصل الموت المفاجئ. هو صح فعلا الموضوع احنا الايام دي بنسمع عنه كتير. يعني لسه من حوالي يومين الاعلامي عمرو سمير ده عنده 33 سنة وراجل رياضي برضو يعني وبيلعب رياضة وحصل له برضو الكلام ده، وعلى المستوى الشخصي انا اعرف برضو حد في نفس اليوم ده برضو كان 34 سنة، فايه الاسباب وايه اللي بيحصل ده؟ اولا يعني بنقول لاهل الفقيد يعني عمرو سعيد الله يرحمه واهله كمان واصدقائه، واكيد انتوا يعني اصدقائه كان من ناحيه العمل والوظيفه فاكيد في ناس كتير منكم تعرفوه. احنا فعلا بنواجه الايام ديت وبنسمع عنها كتير، وطبعا ما فيش شك ان الاجل مكتوب وما فيش حد هيغير الاجل ابدا. اكيد طبعا اعمار بيد الله. بالظبط، هو الحقيقه يعني عشان نسهل على الموضوع للناس، هو القلب وظيفته بسيطه جدا، هو مضخه بتضخ الدم الى الجسم، فاي مهندس هيعرف يعني ايه مضخه، واي واحد شايف مضخات كتير جدا، بس ميزه القلب ان هو شغال 24 ساعه ولا يمل.
فسبحان الله القلب عمال يضخ دم يضخ دم يضخ مئات اللترات وملايين اللترات في السنه، ومع ذلك لا يتوقف سبحانه وتعالى، شغال على طول حتى واحنا نايمين. لو انا حررت ايديا شويه كده وتتعب، لا القلب شغال من غير تعب. هنا الاعجاز الكلي في القلب. ولما نقول ان المضخه ديت اللي بتضخ الدم للجسم كله، يعني بتضخ الدم للمخ، بتضخ الدم للايد، بتضخ الدم للاطراف، لكل اعضاء الجسم، مكانها الخطير الموجود في الوسط الصدر دوت، لو اتاثر وحصل فجاه ما يسمى بتوقف القلب الذي يؤدي الى الموت المفاجئ. معنى ان توقف القلب معناها ان القلب وظيفته فجاه وقفت فجاه. كان بالظبط عندك مكنه وشلت الفيشه، شلت الفيشه بالظبط كده، هو ده اللي بيحصل. معنى ان فجاه حصل المضخه ديت ما بقتش تنقبض وما بقتش تنبسط، اذا المضخه ديت ما بتوصلش للدم لكل اعضاء الجسم. وسبحانه وتعالى حتى دايما نلاقي في اوضه العمليات او في بعض المستشفيات بتشوف كده، حتى في الافلام او في بعض المسلسلات، المريض فجاه قلبه يتوقف، يقول لك دكتور الحقني، ايه قلب توقف، ويعملوا بقى اسعافات اوليه. هي في اللحظه ديت بيكون فعلا القلب ما بيتحركش. زي بالظبط الفيديو اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي، هو بيأكد الكلام اللي احنا عرضناه مع حضراتكم قبل الفيديو، واسباب الموت الفاجئ او حاله القلب امتى بتستقر مع الرياضه. طيب دلوقتي تعالوا كده نفرق ما بين البكتيريا والفيروس. في فرق ما بين البكتيريا والفيروس. المرض دايما بيحصل بسبب إصابة الجسم بهجمة سواء من البكتيريا أو من فيروس معين، وهي من أنواع الكائنات الحية. وتعالوا بينا كده يلا نشوف الفرق ما بين البكتيريا والفيروس. البكتيريا هي كائنات أحادية الخلية، ممكن هي تعيش يا إما في داخل أو خارج الخلايا الأخرى، وكمان ممكن نحنا نقتلها عن طريق تدخل في عملية التمثيل الغذائي، واللي هي أصلا في الأساس بتقوم به المضادات الحيوية. البكتيريا بتتكاثر ببساطة عن طريق انقسامها إلى اثنين، سواء الذكر أو الأنثى، والعدوى كمان اللي بتسببها بتشمل الالتهاب الرئوي والتهاب المثانة والفم، وكمان بتسبب التسمم الغذائي زي مثلا النزلة المعوية. لكن مش كل الأنواع، البكتيريا يما بتكون سيئة، وكمان في بعض أنواع منها مفيدة ونافعة بتساعد على الحماية من بعض الأمراض. دي بالنسبة للبكتيريا. طيب بالنسبة للفيروسات، الفيروسات بقى هي فقط كائنات بتوجد داخل الخلايا. احنا قلنا ان البكتيريا يا اما داخل او خارج الخلايا، انما الفيروسات بتكون داخل الخلايا، وده بيعني انها بتتسلل داخل الخلية المضيفة وتعيش بيها، حيث انها لا يمكنها البقاء على قيد الحياة وحدها. بمعنى الكلام ده ان طول ما الفيروس خارج الجسم هو يعتبر ملوش اي لازمة، ولا يتحرك او يكون له روح او تنفس او غيره الا لما يدخل جوه الخليه ويبدا يعيش جوه الانسان. اما الادويه المضاده للفيروسات دي، عندنا اول حاجه دايما بنعمل على تحسين مناعه الخليه من الفيروس، وطبعا بتكون عباره عن قدره الهيه ربنا بيحطها في جسم الانسان، او بيكون عن طريق تداخل لتمنع تكاثر، ان احنا نمنع تكاثر الفيروس والفيروسات في جسم الانسان جوه الخليه. بنحاول احنا ناخد علاج معين او ادويه معينه، خلاص هو الفيروس دخل في جسم الانسان او في الخليه، خلاص قدر الله ما شاء فعل ودخلت، فاحنا بناخد علاج بنحاول ان احنا نمنع تكاثر الفيروس ده جوه الخليه، فهيكون لوحده، فهيكون طبعا الضرر اقل، لانه لو حدث عمليه كنا نعالجه بطيئه جدا. والمضادات الحيويه يعني اللي بيتم توزيعها في الفتره الاخيره على المرضى بشكل كبير جدا ما بتقتلش الفيروسات دي. الفيروسات ليها خصائص الحياه زي وجود المواد الوراثيه والقدره على التكاثر. كل ده كان الفرق اللي هو ما بين الفيروس والبكتيريا. زي ما حضراتنا قلنا عليكم كده، يعني ده فرق بسيط جدا ما بين البكتيريا والفيروس. طيب ارجع لي كده، نرجع مع بعض تاني. طيب هنشوف دلوقتي فيديو نتعرف فيه اكتر عن الفرق اللي ما بين الفيروس والبكتيريا، وازاي الجسم بيقدر ان هو يقاوم سواء الفيروس او البكتيريا. يلا بينا نشوف. الفيروسات والبكتيريا اجسامنا بحثا عن الدفء والغذاء، انها تدخل عبر الانف والفم والجروح ثم تتكاثر.
لكن جسمنا متأهب لحمايتنا منها، ففيه ملايين الجنود تتعرف على العدو وتقضي عليه، إنه الجهاز المناعي. أولها الخلايا الكبيرة الموجودة في الدم، الكريات البيضاء، فبمجرد أن تتعرف على الفيروس تبتلعه وتقطعه إلى أجزاء تندمج مع جدار الكريات إلى أن يلفها الجسم. عادة يكون هذا كافياً للتخلص من الأعداء، لكن إذا ازدادت شراسة العدو فإن الكريات البيضاء تلجأ إلى خلايا أقوى تسمى الكريات اللمفاوية تي، ونراها هنا باللون الأخضر. وتلجأ هذه الكريات اللمفاوية بدورها إلى خلايا أخرى تمدها بأسلحة مناسبة للقضاء على كل نوع من الفيروسات، إنها الأجسام المضادة. أما إذا لم يجدي كل هذا فستستنجد الكريات اللمفاوية بالخلايا الملتهمة، إنها تشبه العنكبوت وتدمر خلايا جسمنا المصابة، فتدور معركة كبرى لن ينساها جسمنا، وكلما صادفه العدو نفسه سيقضي عليه بسرعة. زي ما حضراتكم شفتوا بالظبط، ده الفرق اللي ما بين الفيروس والبكتيريا وازاي الجسم يقدر يقاوم سواء الفيروس او البكتيريا. طيب خلونا ناخد معاكم اخر خبر معانا النهاردة في حلقتنا، وهو مخاطر اللي ممكن تحصل للجنين خلال الحمل. طبعا كل واحدة بتحلم ان هي تتجوز، لكن الحلم الاكبر ان ربنا يرزقها بمولود سواء بنت او ولد. لكن في بعض المخاطر اللي لابد ان احنا نخلي بالنا منها، او المرأة تخلي بالها منها، ان هي ما تعرضش الجنين لمخاطر ممكن تأذيه بعد كده. عندنا يمكن خمس مخاطر بتشكل ضرورة كبرى جدا على الجنين، وبتشمل اول حاجة التعرض للأشعاعات اللي بتؤثر على الجنين بالسلب، والأشعاعات دي تعتبر سواء السينية اللي هي العادية او أشعة اكس من اخطر انواع الأشعاعات اللي بتأثر على الجنين بالسلب. ده اول حاجة. تاني حاجة او تاني خطر ممكن يعرض الجنين لمخاطر، وهي بعض الأدوية. ما ينفعش ابدا الواحده الحامل هي تاخد اي نوع او تتناول اي نوع من الادويه دون استشاره الطبيب. ثالث حاجه وهي المبيدات الحشريه والمواد الكيميائيه التجميليه، لابد الواحده الحامل او المراه الحامل ان هي تقلل من التعامل والاحتكاك مع اي نوع من المواد الكيميائيه ومستحضرات التجميل زي صبغات الشعر. الامر الرابع المأكولات والمشروبات، وبيفضل للحامل انها تتبع نظام غذائي معين بيشمل طبعا الفواكه والخضروات العضوية، غير اللي هي ملهاش اختلاط بالكيماويات، يعني بتبقى بعيدة عن الكيماويات، وبتبعد نهائيا كمان عن اللحوم النية والمصنعة والمشروبات الغازية. اخر حاجة او خامس حاجة معانا من المخاطر وهي المشروبات الكحولية والتدخين، واللي بتعتبر يعني احد اخطر العادات اللي يمكن ان هي تضر الجنين كثيرا، وهي تناول المشروبات الكحولية وايضا تدخين او السجائر او اي نوع من المخدرات، وده بيشمل طبعا التدخين سواء السلبي اللي هو التواجد في اماكن المدخنين. طبعا دول الخمس مخاطر اللي ممكن يتعرض ليهم الجنين وهو في بطن امه، فعرضناهم على حضراتكم بحيث نقدر ان احنا نتجنبهم بعد كده. طيب هنعرض مع حضراتكم اخر فيديو ازاي تحمي طفلك من امراض الصيف. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع معكم مره ثانيه. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل. زي ما حضراتكم شفتوا كده، يمكن دي بعض نصائح اللي ممكن احنا نمشي عليها بحيث اطفالنا يتجنبوا الامراض اللي بتحصل في الصيف.
للأسف مشاهدينا وقت حلقتنا انتهى. بتمنى الأخبار اللي جبناها لحضراتكم النهاردة تكون مفيدة ونافعة ليكم، وأتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. إن شاء الله هنكون معاكم بكرة في حلقة جديدة من صحة أونلاين، من مع الإعلامي ميل دائم التألق والتنق أحمد سرحان. استنونا إن شاء الله بكرة وحين ألقاكم في موعد جديد. في أمان الله. Ba-d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 a-